عقد الفريق الحكومي المكلف بمتابعة تنفيذ اتفاق الرياض برئاسة وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك اليوم لقاء ثنائيا مع الفريق المكلف من المملكة العربية السعودية لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض برئاسة السفير محمد سعيد آل جابر، وذلك في ظل أجواء إيجابية وحرص مشترك على استكمال تنفيذ الاتفاق، وفي مقدمة ذلك الشق الأمني والعسكري، حيث جرى مناقشة ما تم تنفيذه والعوائق والتحديات القائمة والتي ينبغي بذل كافة الجهود من قبل الجميع من أجل تجاوزها ومعالجتها. وجرى الاتفاق على ضرورة وقف كل أشكال التصعيد التي يتفق الجميع أنها تعمل على تعقيد الأمور وبحث سبل تهيئة الظروف الملائمة لعودة الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن لممارسة مهامها دون عراقيل. وأكد الجميع الحرص الكبير على تنفيذ ما تبقى من اتفاق الرياض وبما يؤدي إلى جمع الكلمة وتوحيد الصفوف في مواجهة التحديات الاقتصادية ومواجهة الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران. وأعرب الفريق الحكومي خلال الاجتماع عن تقديره للجهود التي تبذلها قيادة وحكومة المملكة العربية السعودية مع اليمن في مختلف المجالات والظروف. قام الحكومة الشرعية اليوم بالالتقاء مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية رعاة تنفيذ اتفاق الرياض. كان لقاء ودي وإيجابي وصريح تماما، ناقشنا فيه سبل استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وتوفير البيئة المناسبة لعودة الحكومة، وأكدنا بشكل كبير جدا على ضرورة إيقاف كافة أشكال التصعيد التي تحدث وعدم اتخاذ أي خطوات وإلغائها. تكلمنا عن ما هي الخطوات اللازمة والواجبة لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض لا سيما في شقه الأمني والعسكري. نعتقد بشكل جازم أنه المشتركات التي المتوافرة هي كثيرة جدا، ونعتقد أنه يجب على كل مكونات الشرعية اليمنية المناهضة للمشروع الحوثي أن توحد جهودها. أبناء شعبنا والمواطنين في كافة المحافظات المحررة ينتظرون بشكل كبير رؤية حكومتهم وحكومة الكفاءات السياسية تعمل من عاصمتهم المؤقتة عدن. لذلك أحيي الجهود التي يبذلوها شقائنا في المملكة العربية السعودية، وأؤكد حرص فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الرب المنصور هادي على توفير كل الفرص وكل الممكنات لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض.